إلى ذلك أكد مصدر محلي بمحافظة الجوف مقتل القيادي الميداني في جماعة الحوثيين يحيى ضاعم من آل سالم وعدد من مسلحي الجماعة في مواجهات مع اللجان الشعبية ببلاد الجدعان. وذكرت المصادر أن مقاتلي اللجان الشعبية وقوات الجيش في منطقة أيبر في مديرية الغيل تمكنت من إحراز تقدم في الجهة الغربية بمنطقة إبر، وذلك بعد أن شن الحوثيون هجوما في وقت متأخر من ليلة أمس في محاولة لاقتحام مواقع للجيش واللجان الشعبية. وأكد مصدر بحسب دهم بريس يتواجد في منطقة المواجهات أن الجيش مسنود باللجان الشعبية تمكنوا من كسر الهجوم الذي كان من ثلاث جهات وتمكنوا من إفشاله.